تامر الجمهور طلبه. معانا النجم تامر هيقول كلمه ويرحب بكم جميعا. السلام عليكم. بس مش معنى كده ان البورس بيحكمنا، هو لازم يقف لباس وهم لازم ما يحرجوهوش. ليه؟ ما احنا هنرسم نقط وهنفضل قاعدين في الشوارع كده زي ما هم قعدوا لغايه لما يبان لها اخر. اكيد اي واحد فيكم جه سيئة جدا هو من جواه حاسس بتغيير على بلده. المفروض الانوار اللي ورا دي ما كانتش بلدنا وكلنا عمركم من الاماكن اللي بتدخلوا فيها. مطلوب منهم يطلعوا ويقولوا في صفقه مع الامريكان ولا ما فيش صفقه مع الامريكان. مش هيقولوا، هم عايزين كده.